السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ وحشتونا قد كده. طيب دي الهديه اللي جات لي من جروب رقي. رقي ده جبنه زيتون، اللينك بتاعه كان بعت لي برده هدايا. ايه صاحبته بصراحه انا بحبها جدا، العوضه دي محترمه جدا. عايزه ايه؟ نفتحها. كل ما احط لها توكه بص تحط لها خلعتها. نفتحها. ماشي نشوف فيها ايه. هتلبسي بقى دي عشان عينيكي، وبعد كده نفتحها. بوم بوم بوم. طب استنى استنى استنى، طب حطيها في شعرك. طب خلاص يلا قول بسم الله ونفتح. الله حلو قوي، لونها حلو جدا، لونها الشاكه. استني يا طاطا. طيب انا ما عنديش حاجه خضراء وبحب اللون ده جدا جدا جدا، ومشيتها حلو قوي قوي قوي. وريني كده دي كمان. يا حزن على جايباهم تاتا اكس. طب ليه تاتا اكس يا جماعه؟ انا مش فيل قوي كده والله، انا مش فيل قوي كده والله. ليه 3 اكس؟ ليه كده؟ حرام عليكي. ليه 3 اكس؟ كبيره جدا، 3 اكس كتير قوي عليا. لونت اكس واحده بس حلوه، ومشيتها حلوه قوي، ونعمه طبيعيه وكلها حنيه. انا البسهم وارسلها بدهم التغذيه يظبطهم لي بقى. هعمل ايه؟ كبار قوي. وانا يا جماعه وانا عايزه دي. طيب عايزه بقى دي. بص بقى اللون ده، بص دي حلوه جدا. بصوا دي لونها عامل ازاي. بصوا ده حلوه جدا جدا جدا. اوعي هذا كده انت نزلت عشان تفتح الشنطه بنفسها. بجد منتهى الرقه، حلوه جدا جدا جدا. تقريبا 3 اكس دي لماما، تقريبا ما بتلبس 2 اكس بس مش عارفه. هاتيها هاتيها يا طارق، اديها للدهاء. يا ماما يا ماما، بجد لونها حلو قوي وشكلها حلو جدا. هاتي قلبك صغير. حاجه كمان؟ ايوه الكارت بتاع روكيه، انا عندي كارت زيه. طب استنى ممكن اوريها للناس؟ طيب بعد اذن حضرتك. كمان في لي سايز دي مقاس يا خد يا صدفه، خد يا صدفه مجنناني. هاتي يا بنتي هاتي. دي السودا. الله بصوا دي، بصوا دي حلوه ازاي. دي عسل عسل عسل. حلوه حلوه عسل عسل عسل. ادهالها يا بقرة يا بقرة بقرة صغيرة عايزة تلبس. ما تلبسهاش شكلك وتضايقيها. بصوا اهي دي شكلها حلو قوي برضو، حلوة جدا. بس عيبهم بقى ان هم طوال جدا عليا، لازم يتقصروا. نروح بهم لعم الكرسي يقصروا. في دي بصوا دي نعم. مفيش تاني في الشنطة يا روحي، خلاص خلصوا. ربنا ما وريتش اوريها لكم، معلش استحملوني استحملوني. بصوا دي حلوة قوي، شكلها حلو جدا. عجبكي اول بيضة؟ لبسها لها. بصراحة أكتر حاجة عجباني السودا دي والبيضة والزرقاء.
حلوه جدا وشكلها حلو رقيقه كده، فيها جيب صغنن كده وحلوه قوي دي. صح مقاسها مش مكتوب عليها غير رقم واحد باينه كده. والزرقه دي برضو حلوه جدا وشياكه. اهم حاجه يا جماعه القماشه بتاعتهم ما فيهاش بوليستر الخشنه دي اللي بتشوك. لا 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 ايه صدوف، ايه صدوف صدوف. من هنا عليا اخش عز دي كمان، اخش عز دي وارجع لكم اخش عز. بصوا اهي حلوه حلوه قوي، تلبسها مريح. اتغيرت بتشدها، عايز نقلح. شوف شوف عايزة ايه؟ عايزة اسم الخضرة؟ ماما تلبس الخضرة؟ لا البسيها زيك. تلبس؟ اسم الله على الزغنن اللي هيلبس. البس يا قلبي، انا بلبس بنتي، انا بنتي اهم مني. البس يا زغنن. تعالي اسم الله على الزغنن. تعالي وريني. عشان تحط عليها، طب خد دخلي ايدك، دخلي ايدك من هنا. انا عايز واحدة مقاسها. طب انا اجيب مقاسك منين يا زغنن؟ تعالي. عايزه ايه؟ عايزه قول لهم باي. لا عايزه اقول لكم قماشتها حلوه جدا وناعمه وطريه وكلها حنيه، هي بس عيبها ان كمها قصير، بس هو تقريبا موضوعها كمها قصير. ونلبس تحتها معصم ولا حاجه، بس حلوه قوي. وقيس كمان البيضه عشان البيضه شكلها عاجبني. وقيس البيضه كمان والصوره. عيبها كمها قصير برده، بس هما تقريبا كده كلهم عندهم الموضة بقت الكمامة القصيرة تقريبا، بس الواحد هيمشي ازاي كده في الشارع؟ بصوا يعيبها انها بكسر، وانا طول عمري بكره اي حاجة فيها كسر من هنا كده، بس حلو مش وحشة، حلو بس عيبها انها كمها قصير، الكم تلتين اللي هو لغاية هنا كده، ف بس حلوة صح؟ شكلها حلو، مش مشكلة نلبس تحتها معصم ولا حاجة كده نظبط الكم بتاعها. نقيس كمان السودة. السودا ورايا اهي، نقيس السودا نوريها لكم. حلوه بس برضه عيبها كمها قصير، مش عارفه في ايه حكايه الكمامه قصيره، يعني لازم كل حاجه نلبس تحتها معصم يا اما بادي بكم، بس بجد حلوه جدا ومريحه. السودا دي اكتر حاجه عجباني بامانه، حلوه قوي وشكلها كده مدندش ومنعنش كده وحلوه. فبجد يا جماعه لو عايزين عبايات يبقى من عند روكي، حاجتها حلوه جدا. وبرده عندها هدوم اطفال جميله جدا جدا جدا، انا وريتها لكم البيجامات اللي كانت بعتها لافا قبل كده، وكانت بعت لي انا كمان برده بيجامات كانت حلوه قوي، وحطيت لكم اللينك برده بتاعها في صندوق الكارت بتاعها كده. ندى انا بقول لكم كده خليهم يشوفوا. مش واضحه؟ طيب خلاص انا برده هحط لكم اللينك بتاعهم في صندوق الوصف، اللي هو صندوق الوصف ده مثلث مقلوب كده صغنن تحت الفيديو. وتقريبا بقى الهدوم الكبيره دي تقريبا لماما، مش عارفه ما قالتليش. دي برده حلوه الخضرة دي جميله، بس الكارت مكتوب عليه روكي. اكسر على الشغل روكي مكتوب عليه روكي. دي حلوه برده بس دي كبيره قوي. دي اللي انا نفسها اسود، دي مقاس لارج، لارج واحده مش اكس لارج، فعشان كده كويس لارج ليه مقاس اهو. دي اكس لارج هتيجي مثلا عليا، ناخدهم بالشكل اللي عبايتنا عارفاهم بالشكل، بيبقوا انا عارفه ان دي هتبقى كبيره عليا عشان لفتها كبيره. ماشي فجروب روكي ده يا جماعه حلو جدا، والعباد فيه تحفه وجميله بجد. حلوه صح؟ اه انا بجهز نفسي ما اتجهزتش بجد. ماشي فبجد اشوفكم على خير يا جماعه، واتمنى تكون الحاجه عجبتكم. وخشوا الجروب عندها طبعا، في ناس كتيره جدا من عندي اكيد عندها، بس انا حبيت اوريكم الحاجات الجديده اللي عندها دي. العبايات دي حلوه جدا بصراحه، يبعتهم لي كادو، انا ما دفعتش فيهم حاجه عشان ما اضحكش عليكم. لما اكون مشتريه حاجه بقول مشتريه، لما اكون حاجه جايه لي كادو بقول ان هي جايه لي كادو، لكن انا مش دافعه فيهم حاجه بامانه الله، فانا ما اعرفش اسعارهم، فانا عشان كده حبيت اوريهم لكم. بصوا دي، دي برده هتبقى حلوه بس كبيره اهي. في كمان اللي هي الكشمير الغامق دي، وفي اللي هي المشجره اللي جواها دي، دول اكيد لماما. انا بدي سعاد ماما واحده وماما واحده وبغله ياسمين عشان هما ايه كبار. فبجد يا جماعه حلو جدا جدا. طبعا شكرا لك يا علا، بجد شكرا لك يا ام رؤية، ربنا يبارك لك وحاجتك حلوه جدا ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيها عشان انت بجد بتتقي الله. بيجي ناس كتيره جدا بتشكر في الجروب بتاعك من ساعه ما نزلتيهم،
دي لارج اهي، بصوا دي هتيجي مقاسي، بس فيها عيب، طويله هتبقى طويله عليا. ودي بكم اهي بجد. اشوفكم على خير ان شاء الله، واقول لكم السلام عليكم، وهحط لكم اللينك في صندوق الوصف، وفي الفيسبوك هحطه لكم فوق الفيديو. اقول لكم السلام عليكم.